مؤخرا بقى في فيديوهات عملت نشر عن خالد يوسف، فنانات جداد، بنات جداد، يعني شايف ان دي صوره سلبيه للفن المصري قدام المصريين والعرب بشكل عام بعد انتشار الفيديوهات الغريبه دي. والله اقول لستك حاجه، احنا لو فتشنا ورا كل واحد هنلاقي له فيديوهات كتيره قوي، فيعني ما فيش داعي ان احنا يعني اللي ربنا ستره ما يفتحوش العبد. دي نقطه. النقطة مش في الفن المصري بس، ما هو عند العرب كتير وعند المصريين كتير وعند أوروبا كتير وعند كل ناس كتيرة. والله اللي بيحترم بيحترم نفسه، واللي بيخاف من ربنا يخاف من ربنا، وربنا بيسامح حتى لو كان الإنسان غلط. يعني أنا مش فاهم أنا إيه السكاكين اللي مرفوعة للبشر دي، يعني الناس بتحاكم مين على مين؟ من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. كمان في انطباع كمان اتاخد عن المنتجين والمخرجين اللي هم يعني ما بيطلعوش البنات الجداد الا لو غلطوا معاهم. هقول لستك، هذا الانطباع موجود في اوروبا، موجود في امريكا، موجود في هوليود، هذا الانطباع لانه طابع انساني. يعني ايه طابع انساني؟ انا النهارده عندي ضعف انساني، الضعف الانساني ده ممكن يجي لي انا وانا منتج وانا مخرج وانا مؤلف وانا رئيس دوله وانا اي حاجه. طبع الإنساني ده غريب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألهمها فجورها وتقواها. الفجور قبل التقوى في النفس البشرية. قد أفلح من زكاها، الجدع اللي زكي في نفسه الحتة الحلوة. أنا ما أقدرش أمسك خطأ عند بشر، خطأ ده خطأ منذ بدء الخليقة. بنتكلم في إيه؟ ده كل البشر خطاء، وخير الخطائين التوابون. بقى واخد انطباع لما يشوف يقول لك ده المخرج، ما فيش حد بيمثل او يغني او يدخل وسط الفني الا واتغلط معاه. لا مش قاعده عامه بقول للناس، ما وبعدين انا دخلت الفن بفلوسي فمش قلقانه من الموضوع ده كبيره. حقيقه يعني انا اتمنى اي ازمه يتعرض ليها اي شخص كان ان هي تتعالج بالشكل المناسب، من غير تشهير ومن غير فضايح ومن غير الكلام ده. بتمنى ان الازمه دي تنتهي على خير، لان احنا محتاجين كل عنصر فني مهم في مصر، محتاجينه اكيد. ده في فنانين كمان زي منى فاروق واسامي كتير كل يوم عماله تطلع لها فيديوهات، كله بقى واخد انطباع ان المخرج عشان يخلي بنت تمثل ممكن لازم يغلط معايا، فانت تعليقك ايه كمخرج؟ يعني انا عايز اقول لك ان الحاجات دي موجوده في كل المهن، ما لهاش دعوه بالفن يعني، بس كل واحد بيتعامل بالطريقه اللي هو بيبقى شايفها مناسبه يعني. فده مش احتكار على الفن يعني اللي بيحصل ده، ولكن برجع واقول لو في اخطاء حصلت، لو في خطا حصل، مش معناه الاعدام للناس دي. ما واحد بيغلط، حصل خطا معين يتعالج بالشكل المناسب، وبلاش فضايح يعني، بلاش تشهير احنا ما نساهمش ان احنا نفضح ونشهر بالناس. بس احنا مكبرين الموضوع، واحنا بلد الاخلاق وبلد الاحترام، والفن فن محترم، والفن المصري مش هيقتصر على شويه اقليه ما لهمش اي لازمه.